اليوم نشوفوا واش فعلا جاز المفيد للنظر هذه الماكله كامله اللي كنتكلموا عليها، اشنو اللي خاصو يكون في البلا ديالنا وخاصه الوليدات، لان ملي كنتكلموا على صحه العيون ربما تنقولوا ان الوليدات هما اللي خاصنا نتكلموا عليهم، حنا غاديين هكا حنا تنطبقوا معهم. واش فعلا الماكله حتى هي مفيده للعين؟ بالنسبه للعين، لان كيقول لك العقل السليم في الجسم السليم، اكيد ياك الجسم السليم كتجي من الصحه ديالو. ما كايناش هي مثلا شي ماكله بالضبط اللي كتكون مفيده للعين، ولكن ملي كتكون في صحه جيده كيكون الدوره الدمويه كتكون مزيانه، كيكون الوزن كيكون مزيان، ما كيكونش الله يحفظ عنا السكر لان حتى هو كياثر على العين، وكاين حتى السكر ديال الدراري الصغار اللي كيتصابوا فيه كيكون عندهم خلل في البنكرياس. اللي كيكون مزيان هما المواد اللي كيكونوا غنيه بالاوميغا 3، يعني السمك، عندك السرديل، عندك اي انواع السمك مزيان، حيت فتره النمو ديال الطفل في الجسم ديالو كيقدر يكون مزيان. نعطيوه نحيدوا هذوك المواد اللي فيهم السكر اللي كيكون زائد، بحال دابا العواصر اللي فيها السكر زائد نعوضوا بعواصر اللي كيكونوا مزيانين، باش ما نعوضوش للدراري الصغار على داك المذاق الحلو. وي وي، نحيدوا المواد هذوك اللي كيكونوا السوائل الغازيه اللي كيكونوا فيهم حتى هما السكر، وهذوك ملي كيولفوهم كيديروا حتى لقاو دراري صغار عندهم 4 سنين وعندهم شي سوسات اللي باقي صح صح كبر من السن ديالهم من داك المواد الغازيه. كيف كنقولوا حنا الادمان ديالهم على المشروبات الغازيه، على الحاجه اللي كتكون مسكره، على لي بومبو، هاد المسائل كلها. وي نقصوا لهم من داك الشيء باش ما يولفوش. نحاولوا معاهم نعطيهم الخضر، الخضر الخضراء كلها مزيانه، كيعطي بزاف ديال الفيتامينات اللي مهمه في فتره النمو. وفتره النمو راه عندها علاقه بالنمو العين، نمو العريقات في الاوينه، يكون العين مزيانين. وفحال اللي قلتي دائما كنشيروا على ضروره ان ملي يكونوا في سن التمدرس يقلبوا على حاله السمع، واش مزيانه، واش كيسمع ودي مزيان، واش ودنيه بجوج كيسمع، واش ما عندوش شي اصوات اللي كتكون زايده، حيت تقدر تكون ودنيه كتصفروا ومن بعد تباه ما راهش بها البال. وبالنسبه لهذيك الحاله الطبيعيه، ولدي واش كيشوف مزيان ولا ما كيشوفش مزيان؟ دابا الحمد لله عاوتاني كنقول الاساتذه الحمد لله دايرين واحد المجهود كبير، غير كيشوفوا شي واحد ما تيشوفش اولا ما كيسمعش اولا هذا كيقولوها لوالديه، واخا كيكون هو الود راه لمح عليها بهذا، ولكن ما بعد مرات ما كنردوش البال. ولا كيقول يمكن باغي يدير نظاظر، شاف صاحبو يدير نظاظر، باغي يدير نظاظر، كدوز هكا. ولكن ملي كيجي الاستاذه ولا هذا كترد البال. شنو اخر عندنا؟ عندنا الحليب، نعطيوه لهم الحليب حتى هو مزيان، ويكون عنده مثلا ياكل 3 المرات ماشي ياكل حتى 4 المرات. فوالا، ماشي غير بحال الوليدات كي اللي كنقولوا حنا كياكلوا السقاطه وكياكلوا وجبه وحده اللي كتكون مزيانه، ما كياكلوش الوجبات الاخرين. وي والحمد لله دابا هذا كلشي من الدار، باش كلشي يقدر يتصايب كلشي في الدار ويدي معاه الماكله ديالو تبقى مزيانه ليه، كيكون الاناء محافظين عليه باش ما يكونش شي مثلا شي ميكروب ولا شي حاجه، ولا كتبرد ولا كتسخن ولا كتشد شي حاجه. الحمد لله كلشي مزيان دابا. نعم، هنا ملي تنتكلموا على الخيزو او الجزر، من الاشياء اللي ديما كنا كنتكلموا على ملي كنا صغار فاطمه الزهراء خاص ضروري انك تاكل في الوجبات ديالك تاكل خيزو، يعني بالدارجه كنعطيو حتى الوليدات يغزوه، يعني يبدغوا هكاك على وديت ان العين مفيد لها هذا الجزر. علاش؟ واش بصح نيت؟ هو ماشي ضروري مفيد للعين، مي مفيد للجسم ككل، حيت فيه الكاروتين وفيه لي فيتامين، واحد الفيتامين او الكاروتين. هذوك الكاروتين عندنا حنايا واحد الخلايا في العين عندهم هذيك الماده، يعني كانوا كيقولوا راه جات من هنا، كيقولوا لك ليتي هذيك الماده زعما عن طريق الفم راه غادي تهذا، ما هي ما عندهاش زعما علاقه، هو مزيان هو كزعما كاينه كماده كخضره مزيانه زعما للجسم زعما مزيان. نعم، وكيف قلت لك راه الشكل ديال ملي كنقطعوه الدوائر راه الشكل ديالو بحال القزحيه ديال العين. صح بصح، دي بحال شي عيونه. كنتكلموا على الكركاع، فوالا بحال ملي كنتكلموا على الكركاع كنقول كيشبه الدماغ. تنتكلموا على يعني جو بونس واش لافوكا اللي كتشبه للرحيم. كاين بزاف ديال الانواع ديال الخضار اللي كتشبه لشي حاجه في الذات ديالنا. انا ديجا تكلمت على هذا الموضوع، مازال ان شاء الله فرصه اخرى نعاود نذكر كل مستمعين ومستمعات الخضار اللي كتشبه الاعضاء ديال الجسم ديالنا. مراد كان معايا جو بونس فاش تكلمت عليها، وكانت صراحه مفيده لينا وللمستمعين ايضا. هنا تكلمنا على الجزر انه مفيد، اشنو الخضروات الاخرى اللي ممكن او العادات الغذائيه اللي ممكن انك دكتور كتحثوا عليها انتم كاطباء؟ سي فغي ماشي مجالكم، ولكن كتعطيو نصائح
ان ملي كتجي عندك شي ام ولا شي حاجه كتقول لك ولديك دا، شنو النصائح اللي كتعطيها مثلا باش تحافظ على صحه العين ديال الوليد ديالها من غير تغذيه ما الامور الابجديه كيف كنقولوا باش انهم يحافظوا على صحه العيون؟ يكون عندهم حركه رياضيه يعني في النهار اولا في الاسبوع، يكون عندهم واحد التمارين رياضيه باش يكون حتى داك الدهنيات وداكشي يكون حرق ديالهم، ويكون عندهم حتى الجسم ديالهم يولف ان عندهم واحد الاعتياد للرياضه. الدراري الصغار اللي كيديروا رياضه وهما صغار ملي كيكبروا كتجيهم سهله، ماشي ملي كتكون حتى كبير وكتبغي دير الرياضه كتجيك شويه صعيبه، اولا كيكون حتى العظام ديالك باقي ما بولفوش، ولكن بشويه بشويه في اي سن يمكن لك دير. عاوتاني مثلا يحيدوا لهم داك الهواتف، لان الهواتف راه كيكون عندهم الاداء للعين دابا راه هادشي كاين زعما مضبوط، وهذا الشاشات كلهم الهواتف الذكيه ولا هذوك لي طابليت وكلشي دابا تيضر زعما كاين العين. ياكلوا كنقولوا انا ديجا فاش كنت مع المختصه في يعني كيف كنقولوا اضطرابات النطق والتعلم، هذا كانت تكلمت على ان من 0 3 سنوات ما خاصهمش التليفون. صحيح صحيح، وحنا تنشوفوا من سنه 3 سنوات هو اللي كيمانيبيلو التليفون من داك الشهر فيه، وكنفرحوا كاباء ولا شوفي تبارك الله عليه كيعرف التليفون مزيان، ولكن الله يحسن العوام. يعني كاين بزاف الامهات مثلا التليفون باش تتسكت ولدها باش كتقدر تقضي الشغل ديالها، ولكن راه الأشعة ديال التليفون شحال هي كضر كضر. يعني بعد نوبات كتلقى كيدير خلل في الشبكيه، اولا كيدير كيعطل نمو العين، اولا كيدير فيها واحد الخلل باش ما كيبقاش الطفل يشوف مزيان في الفتره اللي هو محتاج للشوف ديالو. وبالنسبه للصفر اولا 3 سنوات كيعرضوا للحول، لان كاين اللي ما تيشوفش مزيان وكيبقى يدير فحال هكا بحال اللي تيبغي يقربوا باش يشوف، وكيدير دوك العضلات ديال العين واحد بحال اللي كيبقى دير نورمالمون كدير ترويض باش عينيك تقاد، هو بحال اللي كيبقى يزومي باش يشوف التليفون حتى تولي حول. صح، من واحد كيجي يقول بصح راه كنكرهتيه التليفون، بصح كنكرهتيه التليفون، وهنا الا كان حاول خصو بالزربه نشوفوا علاش عنده الحوال، باش الا كان عنده ماشي مشكل نداويوه، الا ما كانش مشكل ديك الساعه كنديروا نضادر ويلبس نضادر وما خصوش يقرب كاع التليفون في ديك المرحله. نعم، هنا تكلمنا على ان الامر الاول انه يكون طفل رياضي يكون عزيز عليه شويه ديال الحركه من غير هاد الحركات اللي كيدير في الدار. من بعد تكلمنا على الشاشات، ان نحرصوا على اننا نبعدوهم عليهم، ربما ملي كيوصل واحد العمر خاصه ملي كان الحجر الصحي وفيروس كورونا اللي مازال خاصه دائما ردوا البال، كانوا بزاف ديال الوليدات كيقراو التليفونات ديالهم مي كانوا ساعات. صحيح، هو حتى الوليد اللي نعطيو التليفون نحدوا ليه السويعات اللي يقدر انه يجلس في هذا التليفون او لا، ونشوفوا صراحه انا دائما هذا قوس كنبغي نفتحوا لكل الامهات والاباء رجاء، وسمحوا لي خذوها من عندي انا، الوليدات ديالنا فعلا نراقبوا فين فاش كيتفرجوا في التليفون. صح صح، هذا رجاء صراحه. انا نشوف وليداتنا فاش كيتفرجوا لي ايدول اولا الناس اللي كيتبعوهم حتى هما شكون هما، باش على الاقل نكونوا عارفين ولدي اشنو كيشوف في التليفون اشنو، ماشي نجلس حداه ولكن على الاقل راقب موراه باش ما يكونش يطلع احراج عندك الوليدات من الصغر حتى المراهقه، نحاولوا اننا نردوا البال هذه الامور.